هاي جماعة، ازيكم؟ انا اسمي هدير ودي اليوتيوب شانل بتاعتي، والنهاردة هفرجكم ممكن نشيل ايه في شنطتنا بتاعت الشغل او بتاعت الجامعة. دي شنطتي، اتس كالفين كلاين. انا اشتريتها من سنتين ونص، يعني 2017 في شهر 6 كده. الشنطة دي بقالها فترة كبيرة قوي معايا، وده معناه ان هي فعلا تستاهل الفلوس اللي دفعتها فيها. انا مش فاكرة انا دفعت كام فيها. يلا نفتح الشنطة ونشوف في ايه جواها. الهاند سانيتايزر بتاع باث اند بادي وركس. دلوقتي انا عامة انا بحب ان انا اكون دايما منضفة ايدي، بس دلوقتي طبعا في البانيك شوية او بتاع الانكزايتي بتاعت الكورونا دي، فلازم معايا دوت. زي نوت بوك بكتب فيه الحاجات بتاعتي بتاعت الشغل والنوتس اللي باخدها وكده. تاني حاجة الكتاب ده، The Subtle Art of Not Giving a F. بقرا الكتاب ده بقالي شوية، لسه مخلصتوش، وصلت لصفحة 78. الكتاب ده حلو قوي، بدأت فيه بقالي شهرين ما خلصتوش عشان مشغولة، بس الكتاب ده حلو قوي ودايما شايلاه معايا. شاحن موبايلي. دي بنانايا بشيلها عشان تبقى سناك معايا. بشيلها في كيس يعني بلاستيك اقدر استخدمه تاني عشان السلاحف. بس معانا دي، معايا نضارتي النظر بتاعتي. اعتقد كلنا شفناني بنضارة النظر بتاعتي عشان انا عمية ما بشوفش من غير نضارتي. بحاول على قد ما اقدر اخليها هنا علشان قبل كده اتجرحت واتبهدلت. ده موبايلي اس 8 سامسونج، بس هو انا اكشي عايزه ابيعه عشان جبت موبايل تاني اللي بصور بيه، فماشيه بيه مش عارفه ليه، بس هو لسه بيشتغل. يعني حد عايز اس 8 يا جماعه يكلمني. معايا اس 8 حلو، مكسور شويه بس بيشتغل لذيذ. ببص في الرمية دي. بازلين بتاع الايد اللي هو الانتنسيف هاند كير ده، يعني بحاول قد ما اقدر عشان ايديا ما تنشفش ابقى حاطه كريم معظم الوقت. انا بستلف من صحابي كريم عشان انا مش بلاقيه. بيتش فليفر ميست، ده اللي هو بتاع فيكتوريا سيكريت الصغير ده، حلو قوي. حلو قوي، ريحته حلو قوي، بحب ريحته قوي، ريفرشنج. ليب بالم بتاع كاتريس، ليب بالم انترستنج قوي، شفاف. ده المفروض ان هو مش بس بيرطب الشفاه، كمان بيطلع لونها يعني بيبقى بينك اكتر. راندوم هير كليب اوف كورس. ايه ده، تصدقوا؟ اوكي هكمل الفيديو كده. تمام. فرشة شعر صغيرة من اتش ان ام عشان لو حبيت اسرح شعري اون ذا جو. طبعا دي ما بتشتغلش معظم الوقت لو شعري كيرلي. معايا مخدر للبق بي بي سي، بقاله كتير قوي في الشنطه دي علشان كنت خالعه ضرسي وكنت تعبانه قوي فماما ادتهولي. اوكي نوت باد. معايا دي، انا كنت سلوكي كلها بتلف حوالين بعض، فجبت ده من ميني سوكة صغنطوطه كده مش فاكره سعرها كام. وجواه بقى كل السماعات بتاعتي. معايا سماعات الموبايل ومعايا سماعات اللي بتركب على اللابتوب. جبت الكارد هولدر بتاعي من بالما، ده فيه بطاقتي ورخصة السواقة، رخصة العربية، والديبت كارد اللي بقبض عليها، وكمان بتاع التأمين بتاع الصحي، وكمان في كيس هنا ممكن تحطوا فيه فلوس. اتس اميزنج، بياخد مكان صغير قوي، اصغر بكتير من المحفظة، مفهوش كل الزبالة بتبقى في المحفظة. بيزيكلي المحفظة بيبقى فيها ايه، صور مش محتاجاها كلها على الموبايلات، وبيبقى فيها شوية فواتير بتترمى هنا، وكده كده بيبقى عندي فلوس تايهة اراوند الشنطة، ف why not. ثانك يو بالما. معايا ماركر وقلم تاني. غريبة ان انا بدور على قلم ما بلاقيهوش، بس انا معايا قلمين وماركر في شنطتي، شيء غريب للغاية. ثلاث اقلام
سوري يا جماعة، يلا نعد الأقلام اللي معايا. لبان تاني، لبان شيا باتر، أولمبيا بتاعت باكو ريبا كنت جايباها من جوميا. حتة حلوة أوي، لا مش هرميها عشان غالية. دي نضارة من براند من هونج كونج اسمها ستيفن كريستن، هي براند مش غالية، مش زي بقى الديور والدولشن جمانة والحاجات دي، بس مش نفس سعر الألدو والحاجات دي. كنت جايباها من سي ان كو، يعني نضارة اللي بلبسها طول النهار. انا زهقت من الكليب ده خلاص. اوكي I actually really like it، عشان انا وشي كبير شوية فمحتاج نضارة تكون كبيرة شوية، ف عشان كده بحبه قوي. معايا شنطة الميك اب بتاعتي دي، انا كنت اشتريت قبل كده سامبل كده من المطار من بنفيت، وادوني الشنطة دي هدية. شنطة خطيرة لان هي صغيرة بتدخل في معظم الشنط وبتشيل حاجات كتير. حاطة فيها اعتقد الاساسيات بتاعت الميك اب بتاعتي، ايلاينر بتاعت نيكس بحبه قوي، قلم الحواجب بتاع بيبلين حلو ومش غالي، الكونسيلر بتاع كاتريس حلو ومش غالي برضو، هايلايتر بتاع سفورة، كلها حاجات تتحط اون ذا جو مش محتاجة مني مجهود. ماسكارا بتاعت ميبلين بيك شوت، الماسكارا دي حلوة اوي، اعتقد من الماسكارات اللي انا حبيتها اوي السنة اللي فاتت. ليب بالم تاني بتاع فازلين، انا عندي ليب بالمز كتير اوي يا جماعة، وبرضو دايما بقعد ادور. والدو اللي بيخليني اعمل ماي سيجنتشر ليب اللي هو ماك سبايس ليب لاينر وماك توب ليبستيك. واخيرا مش عايزه اطلع الحاجه عشان كده، واخيرا المرايه بتاعتي جايبه من اكسسوارايز على حرف الاتش بتاعي. ليب بام تاني ميبلين زبدة الكاكاو، عندي زبدة كاكاو وإقلام كتير قوي، مع ان دول اكتر حاجتين بس لفهم. ميبلين بيبي ليبس، مبرد اكيد، مبرد انا بحبه قوي عشان وش ست كده وده ظهرها. طبعا لازم يبقى معايا الهيلز بتاعتي دي من اتش ان ام، عشان لو في زي ابوينتمنت او حاجه لازم الحقه، مبقى مش محتاجه ان انا اروح البس وبتاع. فيها كاندل عشان لو حسيت ان انا السبيريتس بتاعتي مش عاليه قوي. دي سينامون سبايس فانيلا بتاعت باث اند بادي وركس. معايا مخده لو حبيت ان انا انام في الشغل ولا حاجه، مهم قوي ان يبقى معاكي مخده في شنطتك على فكره. فدي زهقتي في النص وتعبتي هتعملي ايه؟ طلعي مخدتك وتنامي. في الشنطه طبعا ماي بيست فريند دايما بتروح معايا في كل حته، سوشي، يعني ان كيس فجاه زهقت وعايزه اكلم حد بكلمها، طلعها من الشنطه واكلمها باي سوشي. ممكن بس هي ترجع تاخد نفسها كده وبعدين نرجعها الشنطه. اي هوب انكم تكونوا ضحكتوا شويه على الفيديو، بس يعني قبل الهيلز اي سوير كل الحاجات دي كانت في شنطتي فعلا. تكسوش يا جماعه، تورو شنطكم عادي، يعني شنطه البنات ما فيهاش حاجه مصيبه قوي. ودي كل ما بنروح الشغل وكل ما بنشيل حياتنا كلها واحنا رايحين الشغل او رايحين الجامعه. لو عجبكم الفيديو ادوني تامز اب وادوني كومنتس، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.